وصيف، وما فينا نلونه لأنه خيطه نايلون بيكون، مشان صحيح. هيك هذا الفرق بين الأوروبي والنايلون. انا بعرف كتير عالم وقتها بالصيفية، يعني بفصل الصيف كانوا ينزلوا على البسين، كانوا يخلوا الاكستنشن على راسهم. هلا انا بصير اطلع هيك، هلا ما عنده خبرة بالمجال ما حيقدر يعرف، انه يمكن ببين انه شعر ناتوريل هيدا اكتر من هيدا، بس وقت تلاقي انه مثل مسطرة وحدة مش كعدة اشخاص واقفين حد بعضهم، دغري تقفري هيدا طبيعي وهيدا مش طبيعي، شو بدنا، كيف بدي اعرف انه اذا هذا طبيعي ولا لا؟ فصرت اقول انا يا عمي كيف عم تنزل فيه على البسين او تنزل فيه على المي مالحة، يعني قد ايه هذا الشيء صح؟ اول شيء بدي اقول لك شغله، انه طبيعي ما في كذا باب، في باب واحد اللي هو الشرق 100% ما اوكي بيفسخ. ما في، كنت عم بقول لك انه اوكي بيتجانس معنا ايه شعرنا صحيح، لانه بس انه طبيعي، اذا تعرض للكلور للمي المالحة كمان ما ما بصير له بيصير شيء. له شيء مثل شعرنا، كيف نحن اف متعرض للكلور او ميه المالحه او الشمس نعم ما بيصير له شيء. بس اذا كان اوروبي اللي هو فيبر، نوع من الفيبر، اجبار يفسخ، لانه حتى بنوع الاوروبي كمان في بواب، في باب اول، باب ثاني، باب ثالث. والست لانه بتشتري الاكستنشن وبتقول هيدا خلص مزبوط، هي بيعوني اياها طبيعي، رح صح تكون مثل لون شعري ومثل طعجة شعري، بس تنزل فيها مثلا ما تفضلتي وقلتي على البيسين، نعم تشوف شو بصير فيها، بدها تعركش، بدها تفسخ، تنتزع بدها خلص. تهر، بدها تنتزع. سو من هون بتعرف انه منا شعر طبيعي. بس قديه في عالم ممكن يغشونا، مع الاسف انه اكيد نحن انه كأشخاص ما عندنا خبرة بالموضوع، انه يمكن يقل طبيعي وما تطلع طبيعي، كيف بدي اعرف؟ مشان هيك هلا عم بقول لك انه تفضلي لعنا لعنا وبتعرفي اذا خلص روح، طبيعي هو ولا لا. اساس ست بس يوم تمانية كرم بتلاقوا طلبكم. وبالفعل مش عم اكيد بحكي تحكي، اكيد اكيد، اصلا المؤسسه انا كنت حابه اذكر واقول انه ما بدها تعريف، في كثير عالم سامعين فيها، وفي كثير عالم يمكن التجوا لها، بس هلا حاليا للعالم اللي ما بتعرف فيها، في حال ما بتعرف فيها كانوا رح يتوجهوا على الاشرفيه، هي محله بالاشرفيه صحيح. صحيح، وين أشرفية، بالتحديد؟ نحن قلنا 50 سنة بالأشرفية جعيتاوي اوكي شارع سان لويس. اوكي إذا بدك رقم التليفون اكيد نحن 01 اوكي 560 672، اوكي فين يتواصلوا معنا. وفي عنا ويب سايت كمان www.antoinelieskaram.com، بيلاقوا كل شيء اوكي جديد عليه، وإذا بحبوا يزورونا بيكون أفضل. اكيد اكيد، على الارض غير بيكون طبيعي أكيد، الاختيار والشغل. طبيعي. طيب مدام نادية، شو طرق استعماله للشعر المستعار؟ كيف فينا نستعمله؟ في كذا طريقة. أول شيء بنبلش بالمعروف فيها هلا، هي الاكستنشن، الخصال الاكستنشن اوكي لكل الأنسات بيستعملوها والسيدات. اسرع شيء دغري. تريك تراك خلصنا. أول شيء فينا نستعملهم بالكليبسات، بتشيلها ساعة البدة، بتحطها ساعة البدة إذا كان عندها مناسبة. تاني شغلة كمان فيها تثبتها إذا بدها خصلة الإكستنشن العريضة بالخياطة، سيستم الخياطة كتير حلوة وكتير صحية للشعر، ما بتقطش الشعر كيف أبدا. يعني بالخياطة؟ وأنا بنصح فيها، يعني نحن بنعمل هيك سيستم جدولة صغيرة بالشعر ومنعلق الإكستنشن بهيدي الجدولة، بشكل إنه كل الوزن تبع الإكستنشن يتفرق على كل الشعر، على كل الراس، مش على شعره واحده، لانه الشعره ما فيها تحمل، بتعرف قديش صحيح رقيقه الشعره. صحيح، دونك هيدي الطريقه بتساعدها للست تنام فيها، تقوم فيها، تتحمم، تسهر، ما بصير شيء تسافر، ما بصير لها شيء ابدا. وهيك بتعطي فوليوم وبتعطي طول كمان الاكستنشن، كيف ما استعملناها هيدا احسن طريقه للاكستنشن. اوكي، في هلا شيء غير في اكيد في بعد؟ كتير تقنيات جديدة اوكي هلا، كتير عم نسمع بالكوكيز، كوكيز صحيح الكوكيز صحيح، مش الكوكيز البسكت، لا الكوكيز. الكوكيز هن مثل ستريبس هيك تلزيقة، هي دبل تيب بتتلزق كمان على الشعر، تقريبا شي 5 سنتيمتر طولة او 2 سنتيمتر حسب الزبونة شو بتحب، بتلزقها على الخصلة بالجلو، طريقة جلو، ولا كمان ريموفر بيتحلل بعدين إذا بدها تشيله. شو أنسب طريقة بين هالثلاث طرق؟ وبعد فيه بدي أخبرك، بعد فيه؟ بعد فيه الجلو، يلا تاني اسمع لك. بعد فيه خصل الجلو التلزيق، خصلة خصلة اوكي كمان، يمكن 200 خصلة تحط، يمكن 250 خصلة، وفي منهم شعر طبيعي، في منهم شعر أوروبي. وآخر شيء عندنا الميكرو سيلندر اللي هو الخرز،
اوكي درجة سنة الماضي. هيدي الطريقة بتعلق بالخرزة الخصلة، ايه صح بتسكرها بالبانسا وبترجع بتفكها ساعة البدة. صح وكله هيدا اكيد بده مانتوناس بعدين، وقت اللي بتطول الشعرة بصير بدك تعليه، والا كله بزحت وبيوقع. عم تسألينا اي احسن ايه طريقة؟ لا عن جد هلا هلا عن جد عن احسن جد طريقة ما بالنسبة حدا عم لإلي، يسمعنا بيني وبيني هلا احسن طريقة هي الخياطة الخياطة اللي كنت عم بقول لك عنها. اول شيء الجلو بده يقطش، أكيد والخرز كمان بده يقطش، والستريبس مجرد ما تحطي محلل على هيدا الشعر، او شي الصبغه بدها تحل نعم والشعره بدها تتعب بدها تنقطش. بس نحن من واجباتنا نقول لهم للاشخاص اللي بدهم يجوا لعنا عن كل شي جديد، واكيد للحلاقين عن كل شي جديد نحن مجبورين ننزله. بس انا بالنسبه لإلي واكيد لا نصيحة بالنسبه شخصية يعني للوالد، اي على طول بسمعه بيقول انه احسن شي هي الخياطه. بدي اوجه له تحيه للبابا كمان. أكيد أكيد يا ريت كان حاضر شخصيا ايه معنا. تتمنى عن جد. طيب مين المستفيد أكتر شيء؟ المستفيد عنا كذا حدا يستفيد يقدر يستفيد من الشعر. اكيد اول شي الحل الكوافير، أوكي وتاني شي الدمازلات اللي بحبوا يطولوا شعرهم، اللي بحبوا يعبوا شعرهم، مثلا الاشخاص اللي بيعملوا كيموثيرابي عندهم مشكلة صحية الراس ما بيطلع شعرهم، شعرهم خفيف. وعندنا كمان الاشخاص اللي بحبوا يعملوا ريلوكينج، دايما بيرجعوا مثلا هذا في شو ستات ما بحبوا مثلا يصبغوا شعرهم اشقر، بتجي بتغير شعرها عنا، بتلبس ويج بيروك وحابة اليوم تكون شقرة مثلا. او مثلا السيدات اللي ما بحبوا يقصوا شعرهم او كمان، الغرة وهلا كمان الغرة الفاشن درجة هلا درجة الغرة ما بتحب تقصي الشمس غرتك، تحطي غرة صحيح مش طبيعية. صحيح سانتاتيك كمان في منها. وكمان الأشخاص اللي بيستفيدوا قلت لي كمان صغار كبار، رجال كمان اللي بيعانوا من مشكلة الصلع، نعم وكل جميع النسوان طبيعي أكيد. طب قديه هين انه الشخص هو بذاته يركب اكستنشن ويشيل اكستنشن؟ انا مثلا هلا عم بتخيل الموقف انه انا ما راح استحكي مركب اكستنشن من ورا. كل شي بقول لك اول مرة صعب، بس بس هيك عملية انه الواحد اذا تعود عليها خلص وانس حبيتيها وشفت انت ما يعني فينا ما نحبها، خصوصا اذا ما عندنا لوكك كتير حلو وجمال شعرك والعباوة كتير حلوة، خلص تعلميها لوحدك. بتقولي انا مش مجبورة اعمل، لا كتير حلوة، ترك تراك بيمشي الحال. اوكي. طيب هلا بدي اسالك عن، انا جبت هالاكستنشن اوكي، طب انا كيف بقدر اعرف مثلا هالشعر الطبيعي، اذا بدي اخذ عن الشعر الطبيعي من وين مصدره؟ مين اكتر يعني مين اكتر الاشخاص يلي بقدموا شعرون من اي بلدان شو صفاتهم؟ نحن مصادر الشعر عنا كتيرة. اوكي في أشخاص مثلا بيكونوا بحاجة إنه يطولوا شعرهم كتير، مثلا نحن يبيعوه اوكي بينباع. ليه؟ لأنه قليل وجوده الشعر الطبيعي. في ناس مثل الكراد مثلا، مثل دول الفار إيست مثلا، لما تخرب بتحس انه مصادرهم شعر طويل طويل بس يعني مش كتير قليل، ايه ما في صحيح ما بتلاقي حدا عم بيطول نوعيته شعره. مش معقول اي مش هيك بس هو بيوصل لعنا، لا بيوصل لعنا يمكن بحالة يرسلها، انتو بتزبطوه نحنا بنعمل له ترياج بنظبطه بننظفه بنغسله، لانه نحنا عم نشتغل فيه صحيح بالنهاية. مش معقول نقدمه للزبون او للاشخاص بطريقة مش مش مظبوطة. مظبوطة. طيب كيف فينا نتعامل مع هالشعر؟ يعني انا بعرف انه شعراتي اذا ما عملت له ماسك اذا ما اعتنيت فيهم بدهم يهروا بدهم يقصفوا بدي اعاني من مشاكل فيهم، كيف لازم اتعامل مع هالاكستنشن اللي عندي اياها انا؟ كتير هين هلا إذا بدك تخبريني عنه على الصعيد اذا الشعر طبيعي واذا ما كان طبيعي، ولا عم صحيح، نحكي لا عم مظبوط نحكي عن النوعين؟ مظبوط صحيح. اوكي
الشعر الطبيعي كيف بتعاملي شعرك ذات الشي، ما عنده مشكلة فيه. بس وين المشكلة عندها بالشعر الأوروبي؟ في طريقة معينة تيتغسل. أول شي فينا استعمله شامبوان، بس ما يكون في هذا الشامبوان أشياء كيميائية، برودوي كيمي، لأنه بده ينشفه كتير وبده صحيح. يتقطقه كتير. وأهم شي نحن عم نغسله نمسكه بإيدنا وينزل المي بطريقة ما نعرجه بقلب بعضه، لأنه إذا تعركش خلص ما بقعد يتخلص أبدا أبدا أبدا. وبالنهاية نحط كريم عليه، والكريم ما نغسله على الآخر، يضل في نسبة كريم كتير كبيرة عليه لنقدر نحافظ أطول مدة على هيدا النوع الشعر. وأكيد السشوارات كمان كتير، او الحماوة الفير والفار سبراي، والصبغات، أكيد أكيد نحن شعرنا وعم ينتزع، صحيح. كيف بالأحرى الشعر المستعار؟ خلص سوينا، ركبناه، بدنا نشيله دغري بنحممه دغري بنحممه، او فينا بنحرم. نحطه شوية وقت. يعني هو اصلا هو الشعر بيقول لك انه هلا انا صار لازم اخذ دوش، ايه خلص خلص، بتحسيه اجتني هيك نشف، بتحسيه صحيح كله غبرة وهيك يبس او شيء. يبس. صحيح. مدام نادر، احنا بعد في كتير نقاط نحكي عنها، مش كتير كتير بس بعد في نقاط نحكي عنها ومهمة كمان. بس كنت بدي اتوقف مع فاصل، بس قالوا لي انه فينا ما نتوقف مع فاصل حاليا، فراح كفي. رح نحكي عن الاسعار تبع الشعر المستعار، اذا فيك تعطينا شوي فكرة عنهم. أكيد في ناس بس تقولي لهم شعر مستعار وشعر طبيعي بخافوا، ياي قد ايه يعني غالي كتير. بس أنا بطمنهم وبقول لهم عندنا نحن من الدولار وما فوق، دولار شو بتكون خصلة؟ يعني لا كتير أشياء. تعالي لعنا تنخبرك. ايه اكيد، خلص لا عن جد عم بقول لك اكيد. تعالي لعنا لنخبرك، لأنه في الشخص اللي بيجي لعنا قد البادجت تبعيته بيشتري، واحلى شيء واجمل شيء بدون ما يقول اوكي ما فينا اشتري وكتير غالي. لا لا مش صحيح، كل شيء بتلاقي كل شيء. يعني من ارخص شيء مزبوط لا اغلى شيء، مزبوط والارخص يعني كمان شخص بيستفيد، وكتير يعني مش مرتب. حيدفع شيء رخيص انه على خصلة مثلا او على نوعية مش منيحة نحن مؤسسة الزبون معروف شو اكيد معروفة الزبون شو عنا هي. وقت اللي بيجي لعنا بده يكون مرتاح ليرجع يجي لعنا، صحيح، وهيدا نحن هدفنا بمؤسسة أنطوان يسكرو. ان شاء الله دايما بتضلوا هيك. Thank you. كنت هذا السؤال دايما عدة أشخاص بيسألوه، اشترينا هالإكستنشن قد ايه ممكن تضيّلنا؟ تضيّلنا لمدة قصيرة أو لطول العمر؟ أكيد. هلا مثلا تعطيكي مثل، إذا ايه بتلبسي بنطلون كل يوم كل يوم كل يوم شو بده يصير فيه آخر خلص شيء؟ بيهتري. بيهتري. بس بحب نوه بشغله، انه الشعر الطبيعي مدى الحياه بدينك. يعني نحن مثلا فينا نزيد لك اياه، فينا نقصر لك اياه، فينا نطول لك اياه، وقد ما اشتغلت فيه ما بينتزع قد الشعر الاوروبي. اما الشعر الاوروبي ماكسيموم سنه، ماكسيموم سنه، لانه بتحسيه بلش يخف وبلش يهر، ما بيداين اكثر من سنه ابدا. بس هلا اكيد اسعار الشعر الطبيعي اكيد اغلى من الشعر المش طبيعي. مش بكتير. اوكي، بس انه اكيد الاسعار بتتميز شوي شوي. طبيعي اوكي طبيعي، بس ما كمان بتخوف حتى انه يعني. النتيجة غير حتكون طبيعي، والست هي رح تستفيد بالنهاية، انه مش رح مثلا كل سنة تدفع حق اكستنشن. لا، وانس اشتريت شعر طبيعي خلص تنسيها. صحيح. وبدي اقول لك شغله كمان، انه كل طول كمان عندنا من طول 30 سنتي 40 سنتي 50 سنتي للمتر. اها والله للمتر. فقديش بتحب تطول شعرها هي ما بتكع، ما خلص عندها يعني مشكله. الطلبات اللي بنحبها رح كل نلاقيها. شيء شو ما بتطلبي. اوكي طيب، يعني لسوء الحظ وصلنا نحن لختام فقرتنا. ما بعرف إذا بعد في قصص لازم نحكي عنها وما حكينا عنها، بس بتخيل إنه حكينا الأهم، يعني القصص اللي لازم المشاهدين يعرفوها. طبيعي. بس قبل ما أختم أنا وياكي، بدي تقولي لي شو النصيحة يلي بتوجهها مؤسسة أنطوان الياس كرم لكل شخص عم يحضرنا اليوم؟ بدي أقول شغلة بس، وهيدا جملة على طول بنرددها لأنه الوالد على طول بيردد لنا إياها، اهتموا
بشيء اسمه شعر، لأنه الشعر تاج رأس المرأة، صحيح. تاج عرش المرأة. يعني إذا كنت أنت بلوك مظهر شعراتك حلوين، كلك بتحسي حالك مرتبة، صحيح. بس إذا شعراتك مش مرتبين بتحسي حالك في شيء غلط. صحيح. وبدي أقول لهم كمان شغلة تانية، إنه ما يجربوا ما ينغشوا، لأنه في مصادر بتقول إنه هيدا بتقلها للست هيدا شعر طبيعي، ونحن بنأكد لك هذا شعر طبيعي، مش كل شيء بينصبغ وكل شيء بيتفتح وكل شيء بينعمل سشوار وفار هو شعر طبيعي، لا. وبأسف أنا بقول هيدا الموضوع، فلتعرفوا شو عم بحكي، إنه هلأ إنه شعر طبيعي أو مش طبيعي، زورونا ونحن بنقلكم إذا طبيعي ولا لا، وكيف بتعرفوا إذا طبيعي ولا لا. وهيدي مصداقيتنا 50 سنة، عشان هيك ضيعنا 50 سنة. ليك إن شاء الله بتضاينوا 50 فوق حياتي. مرسي مدام نادية، أنا كتير مبسطة أنه تعرفت عليك. وأنا كمان، وأنا أول وحدة رح زورك عن جد، ما عم بمزح. أنا كمان كتير بحب الإكستنشن، وهذا فخر لنا، بتشرفينا حبيبتي. مرسي كتير. مشاهدينا، هيدا كانت تاني فقرة، خليكم معنا، رح نتوقف مع استراحة صغيرة ونتابع حلقتنا مع آخر فقرة. نور جديد بيوم جديد، كل يوم حكاية فيها مخباية صلاة راتي. جديد بيوم جديد، كل يوم حكاية فيها مخباية صلاة راتي. مشاهدينا، وصلنا لاخر فقره معنا لحلقتنا اليوم. اكيد مثل ما صرنا معودين على ريبورتاج ازياء اوكي، اللي دائما بيعرفنا على بيعرف المراه كيف فيها تعتني بمظهرها الخارجي ودائما تكون نيو لوك. فمشان هيك خلينا نتوقف مع الريبورتاج وانا برجع بشوفكم. نور جديد بيوم جديد، كل يوم حكايه فيها مخباية صلاة راتي. الأفراح بتعرفي بتكتر بهالأيام هيدي، فشو بتنصحي؟ شو الموضة اليوم؟ شو الألوان؟ رح نبلش بالفستان القصير. نعم. لمين بتنصحي أكتر؟ خبرينا أنت. يعني إجمالا القصير عم بيلبسوه الأفيتي مش اللزم. الطويل بعده أخد رهجة، نحن عراسنا مهمة أكيد مشهورة بالعالم، صار عندنا صيت إنه أحلى أعراس عم تصير بلبنان الحمد لله. هالشي دايور شجعني أنا فوت بال دي روب هو دو جام، يعني لي روب دو غالا دو غران سوار، شبينة لأم العروس، أخت العريس، أخت العروس، يعني وهالشي صار ماست، يعني طلب ملح عندي. ام العروس شو بتلبس؟ ام العروس، ام العروس حسب قياسها. هلا كلهم عم بيطلبوا طويل طويل، ام حدا عم بيلبس قصير. والالوان، في الوان محدده لام العروس؟ الوان هلا الام بتفضل ما تفوت كثير بالوان، عم بتفوت بدوري، عم بتفوت بالوان مش حلك اسود، يمكن ميلانج اسود وشي، أو بألوان ثابتة. ما عم بتحب الألوان كتير
هيك الفلاجرانت يعني. حتى لو كانت سمراء بيضاء ما بيأثر. ما بيأثر. الوان غامقه شوي. الوان الغوامق اذا كان قياسها كبير، اذا كان قياسها صغير ما عندها مشكله فيها تلبس. بتفوت بكل الالوان اكيد. اكيد اذا نحيفه عندي اشياء بتطوش يعني، وكلها موديل عندي اياهم انا الديزاينر بيورجيني اياهم ديفيلي وبيعمل لي اياهم وبيصنعهم بفرنسا او بايطاليا وبيبعث لي اياهم وقطع ما في الا في مشيت معينه يعني. ام العروس لازم تلبس شكله سوا ولا لا؟ لا بتنصحيها تكون لابسه مش دانتيل او ذوق زبونه. اوكي في زبونات ما بحبوا شك. بتعرفي ام العروس بده يكون فستانها غير شبينه. غير شبينة وغير المعازيم. مظبوط. مش انه اذا لبست شك يعني بينت، لا غلط هيدا المفهوم. في اشياء كتير سامبل بتبقى فيري تري ديستانجي كلاس وبتبقى الكات تبعها غير شكل التيسو تبعها. عندك استني درجة كتير الدانتيل مثلا. في قبة معينة لأم العروس، بتعرفي أم العروس كتير بتعتلم، ما بدها فستان خرج شبينة، بدها فستان خرجة، في قبة معينة لإلها فيها تلبس كات ولا أنت شو بتنصحيها؟ يعني إذا إجت لعندك أم عروس شو بتعطيها أي قبة؟ حسب هي جسمها. حسب جسمها، كل جسم بعطي شيء، شو بيلبق له بعطي. نحيف شيء، القصيرة شيء، طويلة شيء، ناصحة، أكيد في موديلات واليوم مثلا الناصحه بتحب انه تكون مستره كتافها وكمامها، يكون في كمام. اي كثير مهم التركار. التركار السنه كثير لبست. انا كثير بنصح السيده المليانه تلبس تركار لانه بتخبي مناطق لازم تخبيها. ما في شك. وفي تيسيو بضعف وفي تيسيو بنصح. اكيد. في قصات بتضعف وقصات بتنصح. اكيد. والشبينه؟ لبست عندي السنه كان عندي احلى راس يعني. اكيد مشاهدينا رح يشوفوا معنا اليوم كذا فستان، كم فستان رح يقطعوا معنا خلال الفقره. نعم عملت بس ديفيلي انا. الترند شو هي الموضه شو للفساتين الشبينه؟ في الوان معينه ولا لا في حريه بال في حريه بس في اكثر كان في طلب على الدوري السنه. الدوري بعده دوري كثير السنه بيلبق للسمر والبيض. بياخذوا الاسمر بياخذوا افتح مثلا في تاندانس دوري. الابيض ما بتعطي شبينه ابيضه ما بتنصحي فيه. مع انه باوروبا بيلبسوا شبينه بتلبس تابع للعروس يعني ما عندها مشكله بتلبس ابيض. بس انا بعتقد انه في اشياء كثير بدها تتغير هلا ورايح. عم بصير في عراس الظهر، الظهر عم بيطلب اقل طويل كمان شبينه. شبينه وام عروس يعني رح يكون في ستيل اوروبا اكثر من هلا ورايح. اللي هو عم فكر هلا بدي دخل بلشت انا الشابو مع التوني كورت او شانيل. شانيل مع الشابو عم بينطلب عندي وانا عم جيب عم بمشي مودة اوروبا اكثر من طويل الظهر. عم بحكي الظهر على الظهر. ايه هلا ما بيمنع يعني اذا كمان ينلبس قصير على الكنيسه وطويل على كمان على العشيه على العشاء. افكار جديده وعم بيغيروا في كثير عم بيغيروا عم يطلبوا دو تونيو يعني ديفيرونت تونيو على الكنيسه شيء او على اصلا مستحب ينلبس على الكنيسه ما يكون الفستان كثير ديكولتي وكثير اوفر. فالافكار حلوه انه الواحد يكون لابس شوي محتشم اكثر مع الكنيسه وبعدين بيقدر ياخذ حريته بالسهره مثل ما بده. صحيح هيدي افكار كمان ماشي عندي كثير عم ببلشوا ياخذوا حلو هالطريق. حلو. والقصير، القصير دائما بيلبس الواحد يمكن لابعد شوي من عندنا السنه الفارم جديده تبع القصير اللي هو بقولوا له بارابلوي فورم بارابلوي يعني ضيق وبيجي واسع شوي واسع وقصير ايام الستينات اذا بدك. رجعت موضة الستينات هلا اكيد. وعندك كمان الاي كات الاي افورم دو ا يجي ضيق من فوق وواسع من تحت هيك قص مش بارابلوي قص. اوكي هيدا كثير دارج كمان ودارج بالطويل اصلا
كمان الرب برنسيس اذا بدك عطويل عطويل خرج شبينه بعدين بالفستان الابيض اذا بدك اكيد اكيد رح نحكي بفقره ثانيه معك بفساتين الاعراس لانه انت موسوعه من المعلومات بالموضه. شو بدك تخبرينا بعد عن الدارج الشك اكثر ولا الدانتيل؟ انا عم حس انه الموضه عم تروح اكثر على الدانتيل على الجيبور. ليك في شك وشك كمان مش حيلا في شك يعني مرقنا بفتره كان كل الفستان شك في شك هيك كوندنسي يعني بيبقى بتحسي القطعه شك خفيف شك متقلة وفي قطعة الشك مخففة حسب نوعية الشك حسب تفرق. مين عم يشتغل هالقطعة أكيد وكله بيفرق ستريتش ولا بتفضل الساتان في قماشات معينة بالفساتين الطويلة؟ أنا بالكوليكسيون تبعي جبت كل شيء عندي الساتان عندي الدانتيل عندي الحرير عندي الجيبور عندي شو بدك حتى الدانتيل ستريتشي طويل بياخذ العقل يعني عندي كم قطعه بقدر كنت ورشيك اليوم بس هلا بشوفون هلا بشوفون بشوفون معنا المشاهدين اللي صار رائعين عاطين افي مش معقول شو حلو وهلا يعني العراس اللي عم بتصير كمان اسمي عم بتداول من ورا هالفساتين الحلوه اللي عم يلبسوها زبوناتك زبوناتي الاكسسوار اللي اجوا من ورا الماما كمان استعملت داتا تبع مونا بوتيك اجوا كلهم لحقوني على ادونيس تحت اسمي ميراي باري باي ذا واي الويب سايت اللي بحب يفوت كمان يشوف الموسوعه دانس www.mirayparis.com ميراي الوحده اكيد مدام ريه بدي اسالك بعد وي. كمان عن الاكسسوار للروبلونج شو اللي بتنصحيه العقد ولا الحلق ولا هلا الاكسسوار لما يكون الفستان مشكوك انا ما بنصح العقد اكيد بصير شارج يعني اكيد حلق اذا رقبتها طويله بتحمل حلق طويل انا كمان جايبه اكسسوار بعرض عليال الحلقه الطويله مع الفستان يعني حلق وخيتم بلا عقد اكيد فيها برسليه كمان برسليه مع خيتم يعني اذا اذا المستحسن انه يكون خيتم اسواره وحلق بس بلا عقد العقد اذا اذا مشكوك الفستان بصير في بعدين شيء ياخذ رهج وديتريمون دو لوتر يعني أوكي. ما بيقعد يبين الفستان اذا مشكوك بصيروا يطلعوا على الكوليه كانه ضوينا صحيح يعني اذا الفستان سادة وبيتحمل عقد حلو يحط البيجو تبعه كان بينطر واحد المناسبة تبع عرس بنته اما ابنه ليلبس البيجو تبعه لانه مش كل يوم عم نلبسه يعني الاكسسوار صارت موضة اليوم اكيد يعني مثل الفستان بدهم ينلبسوا صحيح مع القطعة هلا في زبونات انا بيجوا بيقولوا لي ميراي عندنا بيجو ما عم نلبسهم اللي هن المازيتنا شو في لي نقي لي شيء معهم تصوري عم بنجبر لاقي فستان يبرز البيجو تبعهم كمان صحيح سي اون بون اوكازيون انه الواحد يحط سي بروبر بيجو والساك الساك للروبلونج يعني بعدنا عم نحكي بالروبلونج ايه الكلاتشز الصغار الصغار بعدهم دارجين اللي هن مش ضروري يكونوا انتبهي ذات الشيء مثل ايام زمان كنا مثل الشاسور اسورتي ما بقى في اسورتي ساك بوليفالون بيمشي على كل الفساتين يعني ما بتنصحي يكون مثلا اذا فستان فوشيا يكون الساك الصغير فوشيا ولا لا ما بيمنع وفيها تحط له مثلا سيلفر فيها تحط له الفوشيا ابيض فيها تحط له في ليبرتي اكثر بين بالشوسير اساك اكثر بكثير مما كان بالعكس صار اليوم اذا مثل بعضهم ما بقى حلو تصور اي صحيح تغيرت الموضه كثير يعني مع بعضهم ما بقى حلو ما بقى حلو لانه الموضه صارت اريح للست بتشتري هالجسدين بتمشي لبل بتشتري سينيه فيها ما فيها كتر ساكيت السينيه بتشتري وبتلبسه على كثير اشياء ما بيمنع صار فيها الواحد ما تتأثر يعني اذا أكيد. اذا فستانه فوشيا فيها تحمله ساك فضي حسب الشكل اللي موجود أكيد. فيه فضي او ذهبي اكيد
يعني بتستفيد منه لغير فستان كمان. ونصيحة أخيرة للمشاهدين بالأعراس. نصيحة أخيرة، أنا ما عندي شيء أقدر مثلا إلا هيدي الموضة بدك تلبسي هالقطعة، لا بدك الست تشوف شو بيبقى لها. نحن هون لننصحها لنشوف والمناسبة، العرس العرس كبير، عرس صغير، عرس الظهر، عرس برا، في كثير عم يصير عراس برا كمان لهم تياب خصوصي هول لليونان، لقبرص، لايطاليا، عم نعطيهم شيء سامبل وخارج لبيي انسوليي، يعني المناطق مثلا اليونان مش مثل لبنان اذا بدك، عم صحيح. نعطيهم شيء نحن بعدنا بالهوت كوتور بالكثير ابيات، هون لبنان بيحمل الابيات والشكل برا ما بيحملوا كله، بدو يلحقوا الشابيل الصغيرة والبحر الكريك اللي عم يعملوا فيها العرس والبلاج. نعطيهم شيء خارج هالشيء واو، عندي اشياء واو يعني شيء حلو. نحن بنتشكرك مدام ميراي على استضافتك لنا بمحلاتك ميراي باريه بأدونيس، وإن شاء الله بحلقة الجاي رح نحكي كمان عن الفساتين الأعراس، الفستان الأبيض. وخليكم معنا مشاهدينا، تابعونا جمعة الجاي لنشوف شو لازم تلبس العروس. الله معكم. نور جديد بيوم جديد، كل يوم حكاية فيها مخباية صلطراتي. لليوم حاملة عدة فقرات ومواضيع مختلفة، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها وأكيد استفدتوا من المواضيع اللي تناولناها. أنا مثل العادة بشوفكم الأسبوع القادم بالوقت نفسه بالموعد نفسه. ما تنسونا، الله معكم. نور جديد بيوم.